الحل الوحيد هو نستعمل بعض الطرق اللي درى بعض الدول، هو التفاوض، هو ندخل في التفاوض، ندخل قوانين جديدة في قانون الفساد، ندخل قانون جديدة، نتفاوض باش ندخل الأموال تاعنا على الأحكام اللي كاينة، ونتفاوض مع الناس اللي داو، لأن احنا الآن واش رابحين كجزائريين لما الأموال تاعنا كل راهي برا وهم راهم في السجن؟ احنا رابحين، احنا نحكموا عليهم ب 25 سنة 30 سنة سجن، هل الجزائري رابحين؟ هل الجزائر رابحة؟